إذن الأشواط تستمر، وهنا أيضا تتواصل بهذه الأعداد وبهذه الأسماء الرائعة والجميلة الحاضرة بكل قوة في شارة الديوان الأولى. سن الإذاع، سن الإمتاع والإبداع دائما هنا مع هذه الانطلاقات. هنا الصدارة الأولى وشوطنا الثامن ينطلق هنا الأربعة كيلومترات، هي المسافة. أيضا نتمنى التوفيق دائما للجميع. صدارة هذا الشوط يأتي في هذه اللحظات محمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي يتواصل هنا على الصدارة، بينما ثاني التحديات وثاني الانطلاقات هنا مشهد العزاء أشقر لسلم بسهيل بن هي العامري يتواصل هنا على ثاني التحديات، بينما ثالث الأسماء هناك أيضا شايش لمسلم بسهيل بن هيا العامري يقدم اسميني رائعين في هذا المسار، بينما هناك المركز الرابع القدوم والوصول في هذه اللحظة والتواصل أيضا من الدرع لعويص بن حمدان بن محمد الدرعي يتواصل في هذه اللحظات على رابع الأسماء، بينما المركز الخامس القدوم أيضا من شعار سعيد بن محمد بن هدفة العامري يتواصل في هذه اللحظات على خامس الأسماء. سادس الأسماء هناك الوصول والقدوم في هذه اللحظة من شعار الدودة بن قزور بن سلم بن حمرور العامري يقدم لنا مقادر في هذه اللحظات، بينما هناك الوصول والقدوم أيضا في هذه اللحظات من شعار صالح بن سالم بن حمد بن رميلة العامري يأتي في هذه اللحظات ويتواصل هنا من خلال هذا المسار والتحدي، بينما سابع الأسماء القدوم على سابع الأسماء شعار سيف بن مبارك بن رميلة العامري هنا يتواصل في هذا المسار، بينما هناك ثامن الأسماء والدخول في هذه اللحظة أيضا من شاهين المسلم بصالح بن طرشوم العامري يأتي هنا على ثامن الأسماء. المركز التاسع الوصول والقدوم في هذه اللحظات من شعار بن حوشي وسالم بن حمد بن علي العامري يقدم الشامخ على تاسع الأسماء. عاشر الأسماء هناك شعار بن عيل محمد بن علي بن عيل المنهالي يتواصل في هذه اللحظات على عاشر الأسماء، وهناك أسماء قادمة من خلال هذا المسار أراها بالعين المجردة. أعود إلى مقدمة هذا الشوط وأعود إلى الصدارة الأولى والمركز الأول. إلى مقدمة هذا الشوط والصدارة الأولى متابعينا الكرام، ويأتي في هذه اللحظات ويتواصل هنا الرصاصي لمحمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي يقدم لنا الرصاصي في هذا المسار، بينما هنا بن هيا قادم في هذه اللحظات مع أشقر مسلم بسهيل بن هيا العامري، وهناك بن هدفة بدأ يتقدم في هذه اللحظات سعيد بن محمد بن هدفة العامري. وصلت الأسماء، وصلت الشعارات، وصل في هذه اللحظات شعار سالم بن حمد بن علي العامري مع الشامخ، بينما هنا الوصول القدوم من مقادر أيضا الدودة بن قزور بن سلم بن حمرور العامري، وهناك الأسماء القادمة، ولكن عودة مع الرصاصي. هذا هو الرصاصي ما شاء الله تبارك الرحمن، يعبر عن هذه الإمكانيات، يعبر عن هذا الأداء الرائع والجميل هنا. إذن عودتنا مع الأمتار الأخيرة، الرصاصي ما شاء الله وتبارك الرحمن، أداء رائع وأداء جميل. محمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي ما شاء الله مع الرصاصي، لله درك الرصاصي. تهانينا والناموس متابعينا الكرام لمن قدم لنا هذا المسار، محمد بن سيف بن حمد بن سالم الدرعي. المركز الثاني كان شعار بن هدفة، وصل مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام مع المركز الثاني سعيد بن محمد بن هدفة العامري، بينما ثالث الأسماء المركز الثالث وصل أيضا شعار بن هيا مع المركز الثالث. هناك مشاهد الأعزاء متابعينا الكرام وصل أيضا مع أيضا هناك سيف
كان الدخول مشعار بن هيه. نعم بالفعل مع اشقر مسلم بسهيل بن هيه العامري. اذا تهانينا والناموس لمالك الرصاصي ومن قدم رصاص سيف محمد بن سيف بن حمد الدرعي. والتوقيت الزمني 6 دقائق 27 ثانيه 25 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس.